الراجل اللي واقف ماسك الخرطوم وعمال يرش في الشارع ده عشان الدنيا حر، هي حلها حاجه واحده، يعني تعديل القانون، شهر حبس و1000 جنيه غرامه. المايه المفروض فعلا ان احنا نحافظ عليها، وبقالنا فتره عمالين نسمع ده في التلفزيون، فبدل ما احنا عمالين نقول سلبيات طب ما نعدل من نفسنا اول حاجه. اللي بيغسل عربيته في الشارع، اللي بيرش ميه في الشارع، اللي ما في فوضى في حكايه المايه اساسا، ما فيش اهتمام من الدوله. الناس مش عارفه تحافظ عليها، بتهلكها في الشارع اوانطه، مش عارفين ان ممكن لا قدر الله يحصل ميه تقل في النيل. ما نبقاش احنا عارفين ان في مشاكل من الميه، ونقف طول النهار نرش في الخراطيم ونغسل عربيات في الشارع ونفتح علشان نتوضى. ده بيقول لك حتى في الدين كده حرام، لما انا افتح الحنفيه على اخري عشان بتوضى انا كده بضيع ثوابي. يعني المفروض حتى علشان اتوضى بحكمه، عشان اغسل حاجه الحنفيه لو بتنقط عندك لا صلحيها، علشان الميه دي حرام عليكي وهتعمل ازمه عندنا كلنا. لازم يعني نتعلم ازاي نقتصد في المياه في كل حاجه، يعني اللي بيغسل عربيه في الشارع واللي بيرمي ميه في الشارع والحاجات دي، لان المياه دي بتتكلف كتير جدا ومدعمه، ويعني البلد مش ناقصه. اللي بيعمل كده اقول له حرام عليك، الميه دي ربنا نعمه بعتها لنا، فاحنا المفروض ما نهدرهاش كده ونطلقها في الشارع ونرميها في الشارع، نحافظ على الميه على قد ما نقدر عشان نلاقيها. طبعا ده حرام اصلا، شرعا حرام، الاهدار الميه حرام، اي حاجه اهدارها حرام. في ناس مش لاقيه نقطه ميه في حته تانية، يعني في ناس ما عندهاش لا مجاري ولا ميه، واللي قاعدين مش حاسين، يعني كل واحد مش حاسس بالتاني. حاولوا على قد ما يقدروا ان هم يرصدوا الميه خالص، لان بعد كده يحصل مشاكل كتير على الميه، فنحافظ عليها احسن. يا ريت نبطل افراط، يا ريت نقنن شويه من افراطنا في المياه، حتى مش في الشارع، حتى في بيوتنا. والله هم مش هيحسوا بموضوع الازمه ده غير لما نبقى في ازمه فعلا، ويبدا يحس الناس انها عطشانه مش لاقيه المياه. الواحد لو رايح يشتري ازازه المياه بيشتريها بكام؟ بفلوس. بعد كده هيشتروا المياه دي ويحسوا بقيمه النقطه اللي كانوا بيدلوها على الارض.